مين ما يعرفش هاني شاكر؟ ده العالم يعني العالم العربي والاجنبي وكل حاجه اسمه الامير العربي الفنان هاني شاكر ده حبيبي. لا انا ارشح هاني شاكر ده. ما اعرفش ايه ورز ده، انا اول مره اسمع عن ورز ده، ما اعرفش ورز ايه. هاني شاكر طبعا. ويجز مين يا عم كده؟ ماليش في شغل الهلس. هو غني راب اه، بس انا ماليش في الراب بصراحه. لا ما اعرفش ويجز، انا عارف هاني شاكر مصري، اختار هاني شاكر طبعا. هو ويجز مصري؟ ما اعرفوش ايه ويجز ده، ما اعرفوش والله. ويجز شاب ومجتهد وليه لونه وليه اغانيه اللي هي كل الشباب يعني هي بتحبها، وانت اول حاجه تيجي في بالك هتقول يعني انت عشان شاب فانت ممكن تسمع ويجز. لا يعني انا بحب هاني شاكر او بحب اللون اللي هو بتاع يعني هو هاني شاكر. هو كل واحد ودماغه، او هو كل واحد ولونه، او هو كل واحد وتفكيره، لكن انا بحب هاني شاكر. مش معنى كده برضك اللي هو ويجز مثلا بقلل منه او حاجه، لكن انا بحب هاني شاكر. لا ويجز كده كده بحب ويجز، وغير كده برضه انا براب فطبيعي هتجه للراب شويه. لا هو ويجز مود، يعني الاغاني بتاعته عباره عن مود الشباب بتعيشه، بتقدر تفصل مع المزيكا والدنيا دي كلها يعني بعيدا عن اغاني زمان او الدنيا دي كلها. طبعا الفنان هاني شاكر معروف يعني، فبس مين ويجز؟ مين فنان ويجز؟ راب. هو طبعا الراب ليه اصوله وليه ناسه، فويجز يعني تقريبا حاجه جديده في الراب، فالواحد طبعا بيشوف الخبره مين في الفن واللي هيدينا حاجه استمتع بيها وحاجه فنيه يعني. ولا ده ولا ده. هو هاني شاكر طبعا معروف من زمان يعني، لا قيمه جنب ده. ويجز برضو نفس كذلك، ده راب وده طرب، يعني في وجهه مقارنه مختلفه خالص. فلا احضر لده ولا احضر لده، انا اقعد في بيتنا احسن اتدفى. هاني شاكر طبعا من ويجز، 140 سنه موجود على الساحه، نعرف نقول اسمه بقى زي هاني شاكر كده.